بيوبرتي او الادوليسنس. زي ما احنا متعودين دايما بحط الاهداف بتاع كل ايتم انا هتكلم عنه. فانا هتكلم على البيوبرتي او الادوليسنس، محتاج اعرف ديفينيشن الانست بتاع البيوبرتي بيحصل امتى نورمالي، ايه هي الفيزيكال تشينجز، ايه الهرمونال تشينجز، ايه الثيريز او الميكانيزم او الريجوليشن او الكنترول اوف اونست اوف بيوبرتي، وايه هي الابنورمال بيوبرتي اللي ممكن تحصل. اما اجي اعرف يعني ايه بيوبرتي او ادوليسنس، ديفينيشن بتاعها عباره عن ايه، يعني ايه مرحله البيوبرتي، هي ستيج اوف لايف ات ويتش ريبرودكتيف كابابيليتي از اتشيفد and it is associated with the various physiological, morphological and behavioral changes of adolescence. ما يبقى طفل صغير وليكن 6 سنين، دي بدأ يدخل في مرحلة البيوبرتي على 8 سنين على 9 سنين. يعني ايه بقى بدأ يدخل في مرحلة البيوبرتي، يعني ايه بيوبرتي وايه الفرق ما بين الادلت وهذا الطفل اللي هو عنده 6 سنين؟ يبقى في تغيرات، هي مرحلة من مراحل النمو، مرحلة في حياة هذا الشخص بدأ يبقى فيه reproductive capability is achieved، يعني بقى reproductive system بتاعه بدأ يبقى mature. يعني معنى كده ان هذا الطفل بدأ يدخل في مرحلة تانية خالص، ان بدأ يبقى mature، بدأ يبقى عنده capability to marry and produce ايه child. يعني حتى بعض الفقهاء بيعرفوا مرحلة البلوغ او الطفل ده يتقال عليه بالغ امتى، ان يقدر يجيب زيه، يعني الريبرودكتيف كابابيليتي از اتشيف. طيب الماتوريشن للريبرودكتيف سيستم اسوشيتد ويز ايه؟ يعني هل طفل عنده 6 سنين هيبقى عنده كابابيليتي في الريبرودكشن وقال عليه بقى ادلت، هو نفس الشكل ونفس الهيئه وبدون اي تغيرات في جسمه؟ لا طبعا، هيحصل فيسيولوجيكال ومورفولوجيكال وبيهيفيرال تشينجز، الشكل هيتغير، الوظيفه هتتغير، البيهيفير السلوك هيتغير. طيب يبقى انا النهارده محتاج افهم هذه التشينجز اللي بتحصل. يبقى اول حاجه عندي ديفينيشن لهذه البيوبرتي، ستيج اوف لايف ات ويتش ريبرودكتيف كابابيليتي از اتشيفد اند ات از اسوشيتد ويز ذا فيريوس فيسيولوجيكال مورفولوجيكال اند بيهيفيرال it changes of adolescence. الانست نورمالي الادوليسنس او البيوبرتي بتبتدي امتى؟ هل في البويز زي الجيرلز؟ لا طبعا، في الجيرلز بتبدا بدري، يعني تقريبا عند سن من 10 ل 11 سنه، وتكتمل تقريبا من سن 15 ل 17 سنه. طب في الاولاد بتبتدي من 11 ل 12 سنه وبتكتمل تقريبا من 16 ل 17 سنه. يعني بالتالي لو انا لقيت جير عندها 6 سنين ودخلت في مرحلة البيوبرتي، يبقى في الحالة دي بقول عليها بريكوشس بيوبرتي. طيب لو ولد مثلا وبدأ يدخل في مرحلة البيوبرتي عند سن مثلا 17 سنة، يبقى معناها دي ليه؟ يعني المفروض بتبتدي من 11 ل 12 سنة. يبقى بالتالي ان انا اعرف الانست اوف بيوبرتي مهم جدا علشان اعرف هل في نورمال جروث عندي ولا في مشكله. يبقى انا في البيبرتي لحد دلوقتي عرفت ديفينيشن وعرفت الانس. طب ايه هي الفيزيكال تشينجز ذات اوكير ات تايم اوف بيبرتي او اوكير ويز بيبرتي؟ الفيزيكال تشينجز ذات اوكير ات بيبرتي، في حاجه اسمها جروث سبيرت. واحد سافر كان سايب ابن اخته وليكن عنده 7 سنين، رجع بعد سنة، يعني يا دوبك الطفل بقى 8 سنين، لقى شكله اتغير وفجأة كده، يعني كان حاجة أزعة فجأة، حصل فجأة الطول بتاعه زاد فجأة، الشكل اتغير، بدأ الصوت يتغير. يبقى sudden acceleration أو rapid acceleration of growth أقول عليها ده growth spurt. spurt يعني طفرة أو حاجة مفاجأة، نمو مفاجئ أو طفرة في النمو، ده المقصود بعدها growth spurt، وأتكلم عنها بشأن التفصيل حالا. يبقى اول حاجه في جروث سبيرت، في برايمري 6 اورجان تشينجز، في سكندري 6 اورجان تشينجز، في سكندري 6 كاركتر تشينجز. اول حاجه هتكلم عنها في الفيزيكال تشينج اللي هي الجروث سبيرت، زي ما قلت هو عباره عن ايه،
عباره عن acceleration of ايه of body growth. في الجروث سبيرت مهم جدا ان انا اعرف definition القوس بتاعه gender variation and fate. definition of growth spurt زي ما قلت سبيرت يعني طفره او زياده مفاجاه او زياده سريعه. يبقى growth spurt definition عباره عن acceleration of body growth. القوس بتاعها ايه؟ واحنا بنتكلم في الجروث هرمون نفتكر ان كان عند التايم اوف ادوليسنس او التايم اوف بيبرتي كان بيحصل هايست انكريز ان ذا ليفل اوف جروث هرمون علشان يوائم الوظيفه ان يحصل جروث سبيرت. القوز اول قوز عندي زياده في الجونيدال 6 هرمونز زي على سبيل المثال التستوستيرون في الميل والاستروجين والبروجستيرون في الفيميل. ان يزيد الجروث هرمون فروم ذا انتيريور بيتيوتر وقلنا الهايست بيك اوف جروث هرمون سيكريشن بيحصل في المرحله دي. ممكن اذر جروث بروموتنج هرمون زي الانسولين انابوليك هرمونز كل دي بتساعد في عمليه الجروث سبيرت. طيب هل الجروث سبيرت في البوي زي الجيرلز في الاولاد زي البنات؟ قال لك لا، في جندر فاريشن او سكس فاريشن. الجيرلز يوجوالي انتر ذيس فيس اند ريتش بيك هايت فيلوسيتي ايرلير ذان بوي زي ما انا قلت الانست اوف بيبرتي في الجيرلز ايرلي. وكمان نوم ايرلي بيخلي ان البويز ار جنرالي تولر ات ذا اند اوف ذا جروس فيز. يبقى لوجيكال البنات بيبداوا في الاول في الجروس سبيرت والولاد بيتاخروا، لكن لو جيت اشوف الطول بتاع الاولاد والبنات في اخر هذه المرحله من النمو الاقي الولاد ما شاء الله طولهم ازيد. ليه؟ لان البنات بداوا بدري الولاد اتاخروا شويه، فكان الايه نقطه البدايه في الجروث سبيرت عند الولاد اعلى. دي حاجه. الحاجه الثانيه في نهايه المرحله ديت اللي هي الفيت ده هي هقولها عشان ارجع لمرجعي تاني ليه الولاد اطول. الفيت بتاع الجروث سبيرت ات ستوبس اور سيزس وين ذا ايبيفيسز اوف ذا لونج بونز هاف فيوزد تو ذا بون شافتس. انا عارف ان اللونج بون ليها حاجه اسمها شافت اللي هي دافيسز ولها انس اللي هي الايه الابيفيسز، وما بين الابيفيسز والشافت في ايبيفيزيال بليد. مكان الابيفيزيال بليد ده هو ده اللي بيزود النمو بتاع اللونج بون. فلو حصل كلوجر للابيفيزيال بليد الجروث في لونج بون هيحصل له ستوبج. فلو انا عارف ان الجير هيحصل ايرلي كلوجرز عندها للابيفيزيال بليد يبقى بالتالي الطول بتاعها هيبقى اقل من البول. يبقى انا عرفت الجروث سبيرت دلوقتي، عرفت ديفينيشن ايه القوس بتاعه جندر فاريشن اند فيت. يرجع مرجعي تاني للفيزيكال تشينجز اوكير ات بيبرتي. اتكلمت على اول حاجه الجروث سبيرت، تاني حاجه البرايمري 6 اورجن. البرايمري 6 اورجن بدا يحصل فيه ماتيوريشن از ذا تايم اوف بيبرتي. البويز البرايمري 6 اورجن عنده مين؟ عنده التستيس. فيبدا يحصل سبرماتوجينيسيس وقبلها حصل استرويدوجينيسيس. التستوستيرون هتطلع بكميات كافيه وهتبدا تساعد في عمليه النمو. الجارس البرايمري 6 اورجن عندها الاوفرز فيحصل برضك استرويدوجينيسيس وهيحصل اوفيوليشن لان بدا يحصل ماتوريشن للاوفرز. يبقى البرايمري 6 اورجن حصل لها ماتوريشن في البويز تعمل سبرماتوجينيسيس استرويدوجينيسيس، في الجيرلز تعمل لي اوفيوليشن واسترويدوجينيسيس. السكندري 6 اورجن في الميل او في البوي هلاقي البرايمري السكندري 6 اورجن بدا يزيد الجروث بتاعه زي على سبيل المثال اكسترنال جينيتاليا. الابيديدمس الفاز ديفرنس سيمينال فيزيكلز البروستا كل دول هيزيد الجروث بتاعهم هيحصل لهم ماتوريشن. الجيرم السكندري 6 اورجن زي البريست زي الفالوبيان تيو زي اليوترس زي السيرفيكس زي الفاجينا كل دول هيحصل لهم جروث وديفلوبمنت. وهيبدا عندها حاجه اسمها الايه؟ المناركي الفيرست منستريال بليدي. طيب السكندري 6 كاركترز البويز هتلاقي حصل ديبنينج اوف فويس بدا الصوت يبقى ايه؟ الصوت يبقى صوت راجل. حصل ديبنينج اوف فويس نتيجه الماتوريشن بتاع مين؟ اللارينكس والفوكال كوردز. البادي اند فيشيال هير جروث
والميل ديستريبيوشن اوف هير، لان الميل ديستريبيوشن اوف هير عند البيبك اريا مختلف عن الفيميل. طيب بالنسبه للجيرلز السكندري سكس كاركترز هتلاقي البريست والبيبك هير حصل فيهم جراس، والبادي كونفيجريشن نفسه هيزيد في الفيميل الديبوزيشن اوف فات ات سيرتن ارياز، فهتلاقي البلفس عندها برود والشولدر نارو، البويز هتلاقي العكس الشولدر برود والبلفس نارو وبدا يحصل عنده مور ماسكولينايزيشن. يبقى ديت اللي انا بقول عليها الفيزيكال تشينجز ذات اوكير ات ذا ايه؟ ات ذا بيوبرتي. ابص على الصوره ديت كده بتتكلم لي على الفيزيكال تشينجز اوكير ان ميل اند فيميل ات ادوليسنس. لو بصيت على الميل هلاقي السكين جيتس مور اويلر، بقت في مدهننه كده، بقى الفيشيال هير جروث، الشولدر جيتس وايدر، الهير بدا اندر ذا ارم اللي في الاكزيلا يعني بدا يظهر، البيبك هير والميل ديستريبيوشن اوف هير عامل تراينجل ايبكس بتاعته عند الامبلايكس، البينس جيت لونجر اند وايدر اند تيستيس جيت لارجر، النك شيست اند ليج ماسلز جيت بيجر اند سترونجر. التغيرات دي كلها بتحصل فين؟ في الميل. طيب في الفيميل هول بادي جيتس كيرفير، بتاخد الفيميل كونفيجريشن، السكين جيتس اويلير، البريست ستارت تو ديفلوب، هير اندر ذا ارم بدا يظهر في الاكزيلا، البيوبيك هير والاتس كاركترستيك ديستريبيوشن تراينجل، البيس بتاعته اباف والابكس داون وورد، هيب بون وايدر، الويت جين عند اون هيب، والليج ماسلز جيتس بيجر اند سترونجر، وبتاخد الكونفيجريشن اوف فيميل. في سيرتن ديفينيشنز قبل ما ادخل على الهرمونال تشينجز لا علاقه بالبيبرتي زي الثيلر كي. ثيلر كي معناها ديفلوبمنت اوف بريست في الفيميل طبعا، ثيلر كي وده الفيرست ساين اوف بيبرتي ان ايه؟ ان فيميل. البيبر كي development of axillary and pubic hair. Minor K the first menstrual period or first menstrual bleeding. ده طبعا في الفيميل. الادرينال K the onset of an increase in the secretion of androgens. الجنادر K the earliest gonadal changes of puberty. يبقى في certain definitions related to puberty زي ثيلر K, puber K, minor K, adrenal K, gonadal K. وعرفت ان الفيرست ساين اوف بيوبرتي ان جيرلز اور ان فيميل از فيلر كي اللي هو الديفلوبمنت اوف بريست. ساين اوف ماتوريشن عندها بدا يحصل المينستيريال بيريد اللي بقول عليها المينر كي. طيب يبقى انا دلوقتي زي ما قلت اتكلمت على ديفينيشن اونست فيزيكال تشينجز ذات اوكير ات تايم اوف بيوبرتي او الادوليسنس. طيب الهرمونال تشينجز ذات اوكير ات بيوبرتي، الهرمونال تشينج لو خدنا مثال هرمونال تشينج اوكير ات بيوبرتي ان جيرلز، حصل هايبوثالاميك ماتوريشن وبيتيوتري ماتوريشن، فبدا يحصل سكريشن ل الجونادوتروفين ريزنج هرمون ان بلس تايل فورم، وده اللي هيبدا يعمل لبدايه ماتوريشن للايه؟ للريبرودكتيف سيستم. الهايبوثالاموس ات تايم اوف بيوبرتي زاد الجونادوتروفين ريليزنج هرمون سكريشن وزاد الجروث هرمون ريليزنج هرمون، هيروحوا للانتيريور بيتيوتري. الجونادوتروفين ريليزنج هرمون هيستيميليت ريليز اوف جونادوتروفيك هرمون اللي هم ال LH وال FSH اللي هم بدورهم هيروحوا ياثروا على الاوفري وعلى التست، على الاوفري وعلى التست هيعملوا سكس ستيرويد سينسيس وسيكشوال ماتوريشن. الجونادوتروفين ريليزنج هرمون اشتغل على الايه؟ زي ما قلنا على الجونيتس نتيجه الريليز اوف جونادوتروفيك هرمون من البيتيوتري. طيب امال الجروث هرمون ريليزنج هرمون هيشتغل على الانتيريور بيتيوتري هيزود السكريشن اوف جروث هرمون اللي بدوره هيزود الانسولين سكريشن اللي هي بدورها بتساهم في عمليه السكشوال ماتوريشن. الجروث هرمون نفسه هيشتغل على الليفر يزود انسولين لايك جروث فاكتور 1 اللي هيساعد في عمليه السوماتيك جروث اللي هو الجروث اوف ذا بادي زي الجروث اوف ماسل سكيليتون بون وخلافه.
يبقى الهرمونال تشينجز تايم اوف بيبرتي حصل سيكشوال ماتوريشن او حصل ماتوريشن للهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري. بقول لس الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري بقول لس سنسيتيف للسيركوليتنج سكس هرمون، والانتيريور بيتيوتري بقت مور سنسيتيف لمين او مور ريسبونسيف لمين؟ للجونادوتروفين ريليزنج هرمون. الهايبوثالاموس طلعت لنا الجونادوتروفين ريليزنج هرمون والجروث هرمون ريليزنج هرمون، اشتغلوا على الجروث اوف جونيدز وعلى الجروث اوف بادي بارتس. الجونادوتروفيك هرمون اللي هو ال LHLFSH اشتغلوا على الجونيد سواء الاوفري او التستيس، فزودوا السكس ستيرويد سينثيسيس وعملوا السكشوال ماتوريشن. الجروث هرمون على الليفر زود الانسولين جروث فاكتور 1، وفي نفس الوقت زود الانسولين سيكريشن اللي هو بدوره ساهم في السكشوال ماتوريشن، وزود الانسولين جروث فاكتور 1 اللي هو ساهم في عمليه السوماتيك جروث. ناخد نفس عميق كده علشان افهم الهرمونال كنترول اوف بيبرتي. التايم اوف بيبرتي بيحصل فيه سيرتين تشينجز نتيجه الماتوريشن اوف هايبوثالاموس. Beginning at approximately age 8, the hypothalamus increases its production of gonadotropin releasing hormone. وبدأ يفرز عملية بقول عليها بلسطايل، هو مضاد مش continuous secretion. الخطوة الثانية الجونادوتروفين releasing hormone triggers anterior pituitary or stimulate anterior pituitary to release gonadotropic hormone اللي هو ال LH اللي هو اللوتينايزنج هرمون، والاف اس اتش اللي هو الفولكولار ستيمينيتنج هرمون. يبقى الجونادوتروفين ريليزنج هرمون طلع من الهايبوثالاموس استيمينيت الانتيريور بيتيوتري، طلعوا لي الجونادوتروفيك هرمون. الجونادوتروفيك هرمون هتشتغل على الجونيتس، على التستيس في الميل وعلى الاوفرز في الفيميل. تعمل ايه؟ هتأفكت ريليز اوف سكس هرمون. في الميل السكس هرمونز اللي طلعت دي هتعمل ايه؟ هتستيميليت البرايمري سكس اورجان اللي هو الايه فانكشن اللي هي السبرماتوجينيس، وهتشتغل على السكندري سكس اورجان اند كاركتر. فهلاقي ميل سكس سكندري سكس كاركترستيك فيتشرز بدات تظهر، البنس اند سكروتم جرو، فيشيال هير جروز، لارينكس elongates وحصل deepening of voice، الشولدرز برودن، البادي axillary and pubic hair grow، musculature increases في هذا الشخص. طب في الفيميل الجونادوتروفيك هرمون هتشتغل على الاوفرز وهتطلع فيميل سكس هرمونز اللي بدورهم هيزودوا الفلوكولوجينيس ويحصل عمليه الاوفيليشن، ويشتغلوا على الفيميل سكندري سكس كاركترستيك، فهتلاقي البريست حصل فيها ديفلوبمنت وماتوريشن، حصل سيلار كي، الهيبس برودن، بيوبيك هير جروز، واكزيلاري هير. كلام جميل. يبقى لما اجي اقول الهرمونال كنترول بدات بايه؟ بالماتوريشن والتشينج ان سنسيتيفيتي اوف هايبوثالاموس اند انتيريور بيتيوتري تو سيركوليتنج هرمون. الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري قلت السنسيتيفيتي للسيركوليتنج سكس هرمونز. الانتيريور بيتيوتري زاد السنسيتيفيتي للجونادوتروفين ريليزنج هرمون اللي جاي لي من الهايبوثالاموس. التايم اوف بيبرتي بدا الجونادوتروفين ريليزنج هرمون اللي طالع لي من الهايبوثالاموس بيزيد ان بلسطايل 4. استيميليت الانتيريور بيتيوتري تو ريليز جونادوتروفيك هرمون اللي هو ال LH وال FSH. اللي هيشتغلوا على الجنيد سواء الميل او الفيميل علشان يعملوا ماتوريشن للبرايمري اند سكندري سكس اورجانز اند كاركترستكس. واضحه دي كده الهرمونال كنترول اوف بيوبرتي. يبقى انا بتكلم في البيوبرتي كان التكرار بيعلم مين؟ الشطار. اتكلمت على الديفينيشن، على الاونست، على الفيزيكال تشينجز، على الهرمونال تشينجز. النقطه اللي محتاج اعرفها في البيبرتي تاني بعد كده الثيريز او الميكانيزم اوف بيبرتي او ريجوليشن او الكنترول اوف بيبرتي. ليه عند سن معين بتبدا عمليه البيبرتي؟ قال والله الاكشوال كوز از نوت ويل ديفينيت، مش معروف
لكن فيه ثيرز نظريات ثيرز او الميكانيزمز اونس اوف بيوبرتي تشمل ايه بيوبرتي اونست. اول حاجه زي ما قلنا حصل ماتوريشن اوف ذا سنترال نيرفس سيستم اند هايبوثالامس. الهايبوثالامس والانتيريور بيتيوتري بدا يحصل فيهم ماتوريشن وبدا يحصل السكريشن ان بلستايل 4. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجة change in the sensitivity of the anterior pituitary and or the hypothalamus to circulating gonadal and adrenal steroids. السنسيتيفيتي قبل البيبرتي كانت عالية أوي للجونادال and adrenal steroids 6 هرمونز. فحتى لو ليفل صغير في الدم كان بيعمل لهم انهبيشن. قلت السنسيتيفيتي دهيت التايم اوف بيبرتي وبالتالي ادت فرصة ان الجونادوتروفيك هرمونز مالها ادت الفرصة للسكس هرمون انهم مستواهم في الدم يعلى شوية ويبدأ يعمل التغيرات بتاعة البيبرتي. وفي نفس الوقت زادت السنسيتيفيتي اوف انتيريور بيتيوتري تو جونادوتروفين ريليزنج هرمون. فادى فرصة لان يحصل ريليز للجونادوتروفيك هرمون بكمية اكبر فيدي فرصة للسنسيسز اوف ميل اند فيميل سكس هرمونز من الجونيد. النظرية التالتة او الفكرة التالتة او الثيوري التالتة ان حصل removal of the inhibitory effect of the pineal melatonin hormone on the anterior pituitary and the gonads. في هرمون اسمه ميلاتونين بيطلع من البينيال جلاند والبينيال جلاند one of the temporary endocrine glands عند التايم اوف بيوبرتي بيحصل فيها كالسيفيكيشن ويبدا يحصل فيها ضمور وبدا يبدا ان الميلاتونين ما عادش يفرز منها. الميلاتونين قبل البيبرتي بيعمل انهبيشن على الانتيريور بيتيوتري الجونيدز فبيمنع الانست اوف بيبرتي. التايم اوف بيبرتي قل هذا الهرمون فادى الفرصه لمين؟ للماتيوريشن بتاع هذا الشخص وانه يدخل في مرحله البيبرتي. النظريه اللي بعد كده النظريه دي كلها سيريز ميكانيزمز بينتجريت ويز اتش اذر يعني مكملين لبعض مفيش تناقض بينهم بيساعدوا بعض عشان تبدا عمليه الانست اوف بيبرتي. اللي بعد كده قالوا ايه؟ قالوا فيه رول للبلاد جلوكوز والفري فاتي اسيد والبادي ويت والنيوتريشن في الديفلوبمنت اوف ايه؟ اوف بيبرتي. يعني لو في جير اندر ويت او البادي فات والبادي ويت بتاعها قليل وفي ميل تاني بنت تانيه الوزن بتاعها كويس والنيوتريشن بتاعها كويس لوجيكالي مين اللي هتبدا البيبرتي اسرع؟ طبعا الويل نورش فيميل اور جير. النظريه اللي بعد كده حاجه اسمها الليبتين ثير. الليبتين وان اوف ذا هرمون ذات از ريليزد فروم اديبوسايتس اور فات سيلز وجدوا انه ات تايم اوف بيبرتي الليفل بتاعه بيزيد وده بيرفلكت نيوتريشنال ستاتس اوف ذات بيرسون. وزيادته at time of puberty بيساهم في عمليه الانست اوف بيبرتي. الميكانيزم الاخيره او الثيري الاخيره external factors زي الانفيرمنتال فاكتور زي السوشيال فاكتور زي الريشال فاكتور. يعني على سبيل المثال شخص قاعد في منطقه حر منطقه صحراويه غير منطقه بارده هل الانست اوف بيبرتي في منطقة صحراوية زي منطقة حضرية منطقة باردة لا هيبقى الانست يبقى ديت environmental factor affect the onset of puberty. يبقى في theories او mechanisms that control onset of puberty زي ما قلنا maturation of central nervous system change in sensitivity of hypothalamus and the anterior pituitary to circulating sex hormones removal of inhibitory effect of the pineal melatonin hormone على ال anterior pituitary والجونيدز role of nutrition blood glucose free fatty acid leptin theory and external factors. يبقى انا دلوقتي وانا بتكلم في البيبرتي اتكلمت على definition على الانست على الphysical changes على الهرمونال changes على theories او الميكانيزمز of a of onset of puberty. اخر جزئيه عندي الابنورمال بيبرتي. الابنورمال بيوبرتي ممكن تبقى ديلايد بيوبرتي او بريكوشس او ايرلي بيوبرتي.
دي ليه بيبرتي يعني ايه؟ يعني مثلا طفله بقى عندها مثلا 20 سنه ولسه ما دخلتش في مرحله البيبرتي، يبقى دي ليه. الديلي ممكن تبقى وزاوت شورت ستيتشر او وز شورت ستيتشر. وزاوت شورت ستيتشر زي كونستيتيوشن فاميليا، وزاوت بوز او وز جونادوتروفين ديفيشنسي، الاف اس اتش والال اتش قليلين يعملوا ديلي بيبرتي، لكن الشخص ده بيبقى نورمال ستيتشر وزاوت شورت ستيتشر. طب ديلي بيبرتي وز شورت ستيتشر ممكن يكون كونستيتيوشنال فاميليال دون سبب، او ممكن يكون نتيجه ديستربنس في الاندوكراين سيستم، ممكن بان هايبو بيتيوتاريزم ديفيشنسي اوف اول بيتيوتاري فانكشن، او في حالات الكوشنج سندروم في انكريز للكورتيزول او جلوكوكورتيكويد سيكريشن فعملت كوشنج سندروم فتعمل ديلايد بيبرتي ومعاها شورت ستيتش. طيب بريكوشس او ايرلي بيبرتي زي ما الحاله بتاعتنا اللي عملنا لها انتروداكشن، طفلة عندها 6 سنين ودخلت في مرحله البيبرتي نتيجه ايه؟ هنشوف. البريكوشس بيبرتي او الايرلي بيبرتي ممكن تكون ترو ممكن تكون سودو. ترو يعني ايه؟ يعني في بريكوشس بيبرتي وكمان في ايرلي سبرماتوجينيسيس اور اوفيوليشن، سبرماتوجينيسيس في البويز او في الميل وفيليشن في الفيميل. يعني معناها هي بريكوشس بيبرتي كابابل تو ريبروديوس زي ايه؟ في البرين تيومرز افكت ايه؟ جونادوتروفين ليزنج هرمون سكريشن او افكت جونادوتروفيك هرمون سكريشن. يعني لو في تيومر افكت الهايبوثالامس او تيومر افكت الانتيريور بيتيوتري اثرت على السكريشن اوف جونادوتروفين ليزنج هرمون او جونادوتروفيك هرمون، دول كابابل لهم المقدره انهم يعملوا حاجه اسمها ترو بريكوشس بيوبرتي. طيب امال البريكوشس سودو بيوبرتي هي ايرلي بيوبرتي ولكن وزاوت ايرلي سبرماتوجينيسيس اور اوفيوليشن، يعني تلاقي الطفل بدا يدخل في مرحله البيوبرتي لكن not mature enough to reproduce، مفيش عنده سبرماتوجينيس مفيش عندها اوفيوليشن وبالتالي كانت ريبروديوس، زي في حالات الكونجنيتال ادرينال هايبربليزيا، زي لو في مثلا على سبيل المثال تيومر افكت الجونيدز وطلعت سكس هرمونز كميه كبيره هتدخله في مرحله البيبرتي ولكنها بتبقى سودو فولس بيبرتي. يبقى بالتالي لما اجي اتكلم على الابنورمال بيبرتي عرفت ان في ديلايد اللي ممكن تكون وزاوت شورت ستيتشر او ويز شورت ستيتشر، عرفت ان في بريكوشس اللي ممكن تكون ترو او سودو بيوبرتي. يبقى انا كده قدرت اغطي كل النقط المطلوبه مني في موضوع الايه؟ البيوبرتي او الادوليسنس. عرفت ديفينيشن، عرفت الاونست، الفيزيكال تشينجز، الهرمونال تشينجز او الهرمونال ريجوليشن، الثيوريز او الميكانيزمز، ودي بتشمل كل الايه؟ النقط مع بعض متجمعين بيساعدوا بعض في تفسير الاونست اوف بيبرتي، وعرفت الابنورمال بيبرتي، وادي الريفرنسز بتاعتي. ارجو ان الامور تكون واضحه، بالتوفيق ان شاء الله.